متابعين ومحبين اليوم عنده تنافس على الجدرين الفرنسي والافغاني، بنشوف من هو اللي ينجز او من هو اللي يخلص الحمى. شن الحمتك ابو نوره؟ الحمى تحاش، نصب الماء ونضغط عليه، من نسكر عليه نحسب الحسبه من اللي ينضج الاول. شو تتوقعون نبدا الحين؟ شو تتوقعون من اللي ينجز الاول او يخلص الاول، الافغاني ولا الفرنسي؟ يلا نبي تعليق. روح التنافس بين الجدود. افغاني ولا فرنسي؟ بعد ما نزلنا الحب تعال بأخذ الافغاني. ما ضي، ما حطيت خضرتي، ما سويت شيء. سكر. كم المدة من الحين حسب؟ أبحسب ربع ساعة من الحين، لأن حسبة دائما الجذور الفرنسية اللي احنا نعرفها الحسبة دائما تصير من الصف. بس هذا لأن مركب معاه أفغاني لازم حسب حسبة من الحين مو من التصحيح. نبدأ الحين الحسبة من الحين، نزيد على النار ونزيد على النار. خلاص اللي تحت بنسكرها عشان تصير كلهم حسبتنا. ربع ساعة وجه والله بدأ يصفر ما شاء الله معاي. لا 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 لا، أبى أغير حسبتي، أبى أخليه بعد خمس دقائق أفتحه. يخدر ما أقدر أخليه مدة طويلة، ما أقدر، لأن الأفغاني ما له أمان. يذعر هلب أقوله ملحمة يأكل هكل. نبدأ الحين سكر عليه الوقت، بس الوقت، ولكن الفعل يبين في بطن الجدر. اللي في الجدر يطلعه الملاس. بس يقول الحين اللي بالجدر على قولة الحكمة الحمى أو الملاس. عملية الفحص. تعال والله هذا لا يبي لما خلص. شوف الأفغاني، والله الأفغاني يخلي له صباح. الأفغاني أتوقع هذا خالص. تحت ولا ما يبين؟ لا تمام يبين، لا يبين. عطني من لاسما يقول بسم الله. شوف الحيمة، أنا حاط فيه لحم هبل. الموالينها طبعا ناضية، بس نشوف هذه لحمة هني. تعال شوف ولا كويس. استوت والله، استوت. تعطني صحن والله يا اخوان، ما في مقارنة، ما في. شوف تعال شوف بوز. شوف ما شاء الله يخرع. اي والله نور، صدمني صراحه. يخرع، ما توقعت. ترى نفس الوقت، تعال شوف الفرنسي هذا. تعالني يا حبيبي الفرنسي. يلا. ترى الحمى اكثر تروفه من هذا. تعال شوف الفرنسي. اي هو ما يفطق يطق مني الكيف. ما في مقارنه. لا ما في مقارنه. هذه بينا شوي ما شاء الله. يعني الحكم وين صار؟ افغاني. القوه وين؟ في هذا عند الافغان. بسم الله. الباقي ورسها مع لحمتنا.